أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب مواليد الأئمة عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب يرتبط بحالات أمهات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في حملهن وفي ولادتهن الحديث عن إسحاق ابن جعفر اللي هو ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول سمعت أبي يعني الإمام الصادق يقول الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة شبه الغشية فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهاراً أو ليلتها إن كان ليلة، ثم ترى في منامها رجلاً يبشرها بغلام عليم حليم فتفرح لذلك، ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتا يقول حملتي بخير وتصيرين الى خير وجئتي بخير ابشري بغلام حليم عليم وتجد خفه في بدنها ثم لم تجد بعد ذلك امتناعا من جنينها وبطنها فاذا كان لتسع من شهرها سمعت في البيت حسا شديدا فإذا كانت الليله التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها الا ابوه فاذا ولدته ولدته قاعده الى اخر الحديث قبل ان نشرح هذا الحديث الشريف لاجل دافع استبعاد بعض الاذهان التي الفت الماده وبعدت عن الاقتناع بمقامات المعصومين عليهم الصلاه والسلام نذكر نماذج قرانيه ترتبط بولاده الانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم نذكر السبب في ذلك ثم نشرح هذا الحديث الشريف. الله سبحانه وتعالى حينما يريد ان يخلق او يقدر امرا جليلا حكمته تقتضي ان يجعل ذلك الامر الجليل مكتنفا بامور خاصه اعجازيه او امور خاصه بذلك النبي او ابنه او ابا ابيه مثلا الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يخلق يحيى عليه السلام قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا زكريا عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعل له ايه ايه يعني معجزه علامه المعجزه كانت بهذه الكيفيه انه كان يتمكن من التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوه ما في الصلاه، لكنه لم يكن يتمكن من الكلام. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك آية لزكريا نفسه، ولعله للآخرين أيضا. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق مريم. بدأ من والدة مريم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذه مريم والدها كان قد مات. فأراد عباد بني اسرائيل ان يتكفلوها. شلون تكفلوها؟ الله سبحانه وتعالى امرهم بأن يلقوا اقلامهم في نهر ماء، وهذه الاقلام ان كانت خشبيه نهر الماء يجرفها، وان كانت حديديه ترسو في قعر النهر. فجاءوا وألقوا أقلامهم أيهم في الآية الشريفة أيهم يكفل مريم فالقلم الوحيد الذي بقي غير متحرك على سطح الماء لا انجرف مع ماء النهر ولا غاص في الماء قلم زكريا حينما كانت في مقصوره في بيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هذه بالنسبه الى مريم. طبعا هو مقدمه لعيسى ايضا. بالنسبه الى عيسى عليه الصلاه والسلام طريقه خلقه معروفه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الشاهد إن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يولد عيسى من مريم ماذا قال له؟ قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا جذع كان بو نخلة الجذع شنو هو المقطوع النخل حينما يقطعونها هذا الخشب شنو يصير يصير جذع كان جذعا مقطوعا التأك اتكأت عليه الله سبحانه وتعالى قال لها هزي إليك بجذع النخلة هزت الجذع تحول إلى شجرة مثمرة تساقط عليك رطبا جنيا وأيضا الله سبحانه وتعالى أجرى من تحت قدميها نهرا. سريا يعني النهر يجري والى آخر ما قدره الله سبحانه وتعالى حينما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا بيان النظير القرآني. اما لماذا الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وقدر ذلك؟ اولا كرامة لهذا الانسان الذي يخلقه. الله سبحانه وتعالى يريد ان يكرمه. وايضا تثبيتا لقلوب المؤمنين حينما يعلمون ان هذا صحيح هو انسان من لحم ودم ويجري عليه على جسمه ما يجري على سائر الناس. لكن الله سبحانه وتعالى فضله. حتى واحد لا يقول شنو فرقنا عن هذا؟ ليش اني اتبعه؟ لا صحيح هو انسان لكن له مقاماته التي توجب علينا اتباعه. البعض من المشركين كانوا يعترضون أنه لماذا الرسل يأكلون الطعام يمشون في الأسواق مثلاً وما إلى ذلك، الجواب عليهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء لهداية هؤلاء الناس، فالمفروض من الحكمة أن يكونوا من جنسهم. مو من جنس اخر مثلا ليكونون ملك حتى الله سبحانه وتعالى يقول لو كنا نريد ان نرسل اليكم ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون حتى يقدرون يقتدون به لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه انت تشوف الرسول ماذا عمل تتاسى به لكن إذا كان ملك سجدة واحدة للملك تطول أربعة آلاف سنة لا يحتاج إلى طعام لا يحتاج إلى زواج لا يحتاج لا يحتاج ما تقدر تتأسى به والتأسي مسألة مهمة جدا على كل حال فهؤلاء بشر لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم مقامات ومنازل لكي يكونوا بمستوى المسؤولية التي الله سبحانه وتعالى جعلها على عاتقهم. انت اذا تريد تسوي واحد مدير جامعة، رئيس جامعة، ما تجيب واحد من الشارع تخليه رئيس الجامعة، مدير الجامعة، تقول شنو الفرق؟ مدير الجامعة بشر وهذا اللي من الشارع جايبه ايضا بشر. الجواب هذا الشخص اللي تريد تخلي مدير الجامعة تدخل في مدرسة يخلص الابتدائية يخلص الثانوية يدرس جامعة تدخل دورات إدارية تخلي في مراحل مختلفة حتى إذا صار قابلا لكي يكون مدير الجامعة تجعله تجعله مديرا للجامعة مو واحد مثلا أمي في الشارع يعترض يقول آني هم بشر هو هم بشر ليش ذاك صار رئيس الجامعة آني ما صير رئيس الجامعة الجواب ذاك جعلوا له القابلية انت هم إذا صار لك القابلية ما يخالف الله سبحانه وتعالى يصطفي الرسل وأوصياءهم احنا ما نقدر نوصل إلى تلك الدرجة وما نقدر نعترض لان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بعض البشر انبياء. مو كل البشر انبياء، ذلك خلاف الحكمه. وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. واحد ما يقدر يعترض على انه اذا الحكيم لحكمته زاد فضل شخص على شخص اخر بدون ان يكون لاي منهما حق عليه. على كل حال فهذا الشخص الله سبحانه وتعالى اراده ان يتحمل مسؤوليه عظيمه، لازم يكون قابل لتلك المسؤوليه، تكون الى القابليه لتلك المسؤوليه. زين بعد ذلك يتضح ما في هذا الحديث واحد لا يستغرب، الله سبحانه وتعالى جعل بعض الآيات والمعجزات حين ولادة الأئمة وحين الحمل بهم، لأن الله اصطفاهم لمهمة عظيمة. فهذا الاصطفاء يحتاج إلى وجود آيات في القضية. الأوصياء، الإمام الصادق يقول: إذا حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة شبه الغشية، يعني عظمة نور الإمام تسبب أن أم الإمام يضعف تحملها عن ذلك النور، فالله سبحانه وتعالى يسددها ويؤيدها الرسول الاعظم صلى الله عليه واله حينما كان ينزل عليه الوحي كانت تصيبه شبه الغشيه. ما كان يغمى عليه، لا شبه الغشيه لعظمه هذا الوحي الذي كان ينزل عليه. اصابها فتره شبه الغشيه فاقامت في يومها ذلك ان كان نهارا او ليلتها ان كان ليلا. يعني هذه الغشيه تستمر او شبه الغشيه مو اغماء لكن يشبه الاغماء هذا يستمر اذا كان في النهار الى اخر النهار واذا كان في الليل الى اخر الليل ثم الله سبحانه وتعالى يسددها في مرحلتين مرحله في المنام ومرحله في اليقظه اما مرحله المنام فلادخال السرور في قلبها، واما في مرحله اليقظه فلاجل ايجاد التحمل لهذا النور العظيم الذي حملته، ترى في منامها رجلا، حس هذا الرجل اما نبي او وصي او ملك في صوره رجل. يبشرها بغلام عليم حليم هذان الوصفان العليم الحليم اصل كل صفات الخير لذا الله سبحانه وتعالى حينما بشر ابراهيم عليه السلام باسماعيل بشره بهذين الوصفين مثلا في سوره الحجر الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب إبراهيم قالوا يعني الملائكة الذين جاءوا من قبل الله سبحانه وتعالى قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وفي سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم العلم والحلم منشأ كل صفات الخير يبشرها بغلام عليم حليم فتفرح لذلك هذه مرحله نفسيه زين هسه التقبل والقابليه وسهوله تحمل هذا النور ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الايمن في جانب البيت صوتا هسه منو هذا الصوت يصدره ملك رسول إمام لا ندري لكنه من قبل الله سبحانه وتعالى. في جانب البيت صوتا يقول: حملتي بخيرٍ وتصيرين إلى خير وجئتي بخير أبشري بغلام حليم عليم. هذا الكلام هو إلى تأثير يثبتها وأيضا يوجد فيها تحمل هذا النور. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلى آخر الآية الشريفة. فتثبيتها وتحملها عن طريق هذه الكلمة إضافة إضافة إلى بشارتها أيضا. وتجد خفة في بدنها. ثم لم تجد بعد ذلك امتناعا من جنينها وبطنها. عادة النساء حينما يحملن في فترة الحمل يواجهن صعوبات. صعوبات الحمل وصعوبات الحالة نفس الجنين يوجد لها صعوبة. نفس حالة الحمل توجد لها صحو... صعوبة يعني بالليل ما تقدر تنام كثير من الأحيان على كل حال حالاتها تنقلب تتأذى تمرض لكن بعد هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يسهل أمر الحمل والولادة لأمهات المعصومين عليهم السلام فإذا كان لتسع من شهرها سمعت في البيت حسا شديدا الحس شنو هو الحس في اللغة العربية الفصحى الحركة والصوت وأن يمر بك الشيء قريبا فتسمعه ولا تراه هذا الحس شنو هو ملائكة نزلوا من السماء نساء من السماء نزلنا للمساعدة في الولادة هذا يمكن مثلا في روايات في ولادة خديجة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها أربعة نساء نزلت من السماء مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسيا زوجة فرعون ومرأة رابعة فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها الا ابوه عين الانسان هسه احنا نمثل مثال مادي بعدين ننتقل ننتقل الى الامر المعنوي عين الانسان ترى امواج خاصه يذكر اهل الاختصاص انه مو كل موج الانسان يشوفه الموج النوري لذا اكو الان اجهزه مثلا في الليل يرون في الليل عبر هذه الاجهزه الاشعه ما دون الحمراء وما الى ذلك. لان اكو امواج عين الانسان لا تلتقطها. لكن هذه الاجهزه تلتقط تلك الامواج. على كل حال هذا في المثال المادي. اما في المثال المعنوي الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يخلق نورا عظيما لا يراه الناس الا من شاء الله سبحانه وتعالى ان يراه فاذا ولدته ولدته قاعدا عدنا روايات حول كيفيه ولاده المعصومين عليهم الصلاه والسلام في بعض الروايات يولدون من الفخذ الايمن او الايسر. بس البعض يجي يستغرب يعني شنو من الفخذ؟ الجواب اذا هو آية ومعجزة لا استغراب في ذلك. الله الذي خلق عيسى من غير أب، وخلق آدم من غير أب ولا أم، يولد المعصوم من الفخذ، شنو المشكلة في ذلك؟ هذا أولاً. ثانياً لعله يراد ما يشبه العملية القيصرية. الان في العمليه القيصريه حينما تعسر الولاده على الامهات يشقون اسفل البطن ويخرجون طفل من تلك المنطقه اسفل البطن الذي يلاصق للفخذ لعل المراد من الولاده من الفخذ يعني من المجاور للفخذ المجاز بالمجاوره على كل حال يخرج متربعا يخرج متربعا يعني الطفل عندما يولد الان الولاده الطبيعيه اما يولد براسه وفي بعض الحالات الاستثنائيه يولد برجله عندما يقول يخرج متربعا يعني مو مثل بقيه الاطفال يخرج بطريقه مستقيمه لا وانما كما ذكرنا لعله اشاره الى خروجه من اسفل البطن من المجاور للفخذ يخرج بشكل حالته المتربعه اللي هو الجنين عندما تشوفون الصور في البطن كحاله متربعه موجود يستدير بعد وقوعه الى الارض فلا يخطئ القبله هذه كلها ايات من الله سبحانه وتعالى حيث كانت بوجهه يعني لا يخطئ القبله بوجهه ثم يعطس ثلاثا ثلاث مرات يعطس لعله لعل هذه العطسه بدل البكاء في سائر الاطفال لان الطفل حينما يولد قبل ما يولد ما يحتاج الى تنفس بمجرد ان يولد يتنفس فهذا يوجب لعله الما له فيبدا بالبكاء اذا الطفل اذا ما بكى خطر على الطفل. لعل هذه العطسه بدل ذلك البكاء هذا امتياز للامام. يشير باصبعه بالتحميد. يعني يشير بالتحميد. اما الباء بمعنى مع يعني يشير بالاصبع ويحمد بلسانه او نفس الاشاره هي تحميد ويقع مسرورا. يعني مقطوع السرة مختونا ورباعيتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه هذه الأسنان اللي احنا عدنا اثنين من أمام اثنين من تحت أول الأسنان يسموهن, يسموهن ثنية والجمع ثنايا بعد الاثنان واحد من هالطرف واحد من هالطرف من فوق واحد من أسفل من هالطرف واحد من الطرف الاخر يسمى رباعيه. رباعيه، البعض يقول رباعيه، لا مو صحيح، رباعيه. وبعد الرباعيه هذا السن اللي شويه محدد هذا يسمى ناب. وبعد الناب يسمى ضاحك. هذا بيان ان عندما يولد الامام يولد واسنانه نابته اما مثال اما ذكر الرباعيه والناب والضاحك هذا بعنوان المثال المقصود انه اسنانه نابته او لا الثنايا لم تكن نابته حتى يكون سهوله في الارتضاع. ومن بين يديه مثل سبيكه الذهب نور يعني امام نور ويقيم لي يومه وليلته يسيل يداه ذهبا يعني نورا نورا كالذهب يعني حينما يولد امام نور و24 ساعه يومه وليلته يخرج من يده نور كالذهب كالسيل هسه لا يستغرب شنو هالامور؟ شنو هالقضايا؟ الامام يقول: وكذلك الانبياء اذا ولدوا وانما الاوصياء اعلاق من الانبياء. لا تستغرب هذا، الله سبحانه وتعالى يريد يجعل لهذا الشخص آية. هسه احنا ما شفنا هاي الآية بس نسمعها. حينما نستمع إليها نزداد معرفة بهم ونزداد تعلقا بهم ونزداد اتباعا لهم الله سبحانه وتعالى من حكمته خص الأنبياء والأئمة بأمور وكذلك الأنبياء إذا ولدوا واحد لا يستغرب أنه أخوة الأنبياء ما يخالف نقبل بس الأوصياء شنو وإنما الأوصياء أعلاق من الأنبياء، أعلاق جمع علق. العلق هو الشيء النفيس. ولعل المراد أنهم أفضل أفضل أولاد الأنبياء. أو أفضل شيء تركوه في أممهم. الأوصياء أعلاق الأنبياء، لا تستغرب. إذا الله جعل شيء للأنبياء يجعل مثله للأوصياء. أو يجعل أفضل منه مما جعله لبعض الأنبياء يجعله لبعض الأوصياء، شنو المشكلة في ذلك؟ هذه مشيئة الله، مثل ما قلنا في الحلقات الماضية، الإنسان لازم أول يصحح توحيده، إذا صحح توحيده المسائل المرتبطة بالنبوة ومرتبطة بالمعاد ومرتبطة بأحكام الشرع تسهل عليه. اللي ما يقدر يصدق هذه الامور، هذا مشكلته في التوحيد. ما يعرف الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفة واتباعا لسادتنا الانبياء والاولياء الاوصياء. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.